السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هقول لكم النهارده على حاجه انا بستخدمها مع طيوري بتزود لي الخصوبه عند الطيور، وبالتالي طبعا بتزود لي الانتاج، وكمان بتشغل لي نتيات العطال. في حد من الهواه هيقول لي ايه هي يعني ايه كلمه نتيات عطال؟ ودي كلامي بقى للمبتدئين مش من الهواه المتمرسين في الهوايه. هقول لكم حاجه، النتايه العطال اللي هي ممكن تشتغل شويه وتبطل شويه، بمعنى ان هي تبيض عش وتريح عش، او يكون البيض تبيض بيضه او اتنين وتريح بقى شويه. وبستغرب كتير من الهواه اللي بيقولوا لي ان عندهم الطيور عندهم بعد ما بتعمل مثلا اول عش ممكن تريح عش تاني تقعد عليه 6 7 شهور ويفضل الهاوي ياكل وهو مش واخد باله او مش عارف ايه سبب ان النتايه دي او القص ده كله ما اشتغلش صح. ممكن يظهر قدامه ان النتايه باضت 5 6 بيضات ولكن البيض عنده مش مخصب. ممكن كمان يكون الذكر بيقصب النتايه ولكن عدد البيض قليل. طيب المكون ده هو بمنتهى البساطة اللي هيعالج لي كل المشكلة اللي انا بتكلم فيها دي ومشاكل كتيرة تانية هنتكلم عنها، هو الجنزبيل او الزنجبيل. ولكن على قد ما هو ليه فوائد، عايزاكم تاخدوا بالكم كويس قوي ان الجنزبيل او الزنجبيل ليه اضرار، واضرار قاتلة بالنسبة للطيور. فاللي يقعد كده ويسمع الفيديو يقعد يسمع الفيديو لاخره، هي مرة وخلاص ما تعدهوش تاني طالما استفدتوا منه، تمام كده؟ طيب الجنزبيل من ضمن او الزنجبيل من فوائده ان هو بيشغل لي نتيات العطال. ازاي؟ هقول لكم. احيانا النتيات من الاكل اللي غير متوازن بالنسبه لهم، زي مثلا اكلنا كميه من البروتين زياده، ماكلين بيض كتير، ماكلين ذره كتير، فممكن تصاب بالتشحيم، والتشحيم ممكن يجي للنتيات وللذكور. فبالتالي من التشحيم عند المجمع عند الذكر او الانثى ممكن يخلي ضعف تخصيب من الذكر وضعف تبويض من النتاية. فنخلي بالنا من النقطة دي. الجنزبيل او الزنجبيل هيعالج التشحيم عند الطيور بتاعتنا. طيب في كمان الجنزبيل من ضمن فوائده ان هو طارد للسموم وطارد قوي للسموم، وبكده يبقى انا بوفر لكم ان انتوا تستخدموا مضاد السموم ايا كان بقى بيطري بشري، فانا كده وفرت مبلغ عليكم. كمان ان هو يعني بصوا يعني فاتح للشهية قوي جدا، لان بيخلي الطيور عندنا تاكل كتير، فبالتالي هتهضم كتير فهتاكل اكتر، فبيكبر حجم الزغاليل عندنا، والاسوس كمان بتبقى صحتها كويسة جدا. كمان الجنزبيل او الزنجبيل بيعالج تحجر الحويصلة. حد هيقولي يعني ايه تحجر الحويصلة؟ اوقات الطيور من اكل من كترة اكل الحبوب وما بيبقاش احنا عاطيين اللي هي التمليح او التحديق اللي بيشتغل فيه حويصلة الطيور كمطحنة، الطيور دي اللي الحبوب دي بتحجر فيه الحويصلة عند الطيور. يعني ما معناها كده؟ يعني بتبقى عاملة شبه الحجرة كده، صعب ان هي يعني ايه تتفك بسهولة. الجنزبيل بيساعد على ان ما يحصلش تحجر في الحويصلة عند الطيور. كمان الجنزبيل منشط للكبد، حلو جدا جدا، بينشط الكبد، فطبعا بالتالي بيطلع لي السموم اللي موجود. كمان الجنزبيل ممكن بيشتغل ولكن بنسبة قليلة قوي كطارد للديدان، فنخلي بالنا برضو ان احنا لو عطينا الجنزبيل وكنا عاطين من قبلها الملح، فالاتنين دول بيشتغلوا كطارد للديدان، فانت كده لو عطيت ده ورا ده هتخلي الطيور عندك تصاب بالاسهال، لان كده كده الملح اللي عاطينه من قبل كده بيخلي الطيور تسهل بنسبة خفيفة. لو عطيت يعقبه على طول الجنزبيل او الزنجبيل فكده هيبقى فيه اسهال عند الطيور عندنا. طيب كمان منشط الجنزبيل او الزنجبيل منشط قوي جدا للمناعة، واحنا محتاجين تنشيط المناعة وتنبيهها اليومين دول بالذات، لان كثرة الامراض في فترة الصيف بتبقى يعني بتنتشر الامراض كتير قوي في فترة الصيف. طيب احنا قلنا كمان ان هو فاتح للشهية. طيب نيجي بقى الحاجة المهمة، هو بيضر في ايه الجنزبيل او الزنجبيل؟ الجنزبيل او الزنجبيل بيضر الطيور لان هو حامي جدا على الحويصلة عند الطيور، فكترة استخدامنا ليه او الجرعة الزايدة منه ممكن تسبب التهابات في الحويصلة او تسبب التهابات في الامعاء عند الطيور. عشان كده دايما اقول لكم خلي بالكم من الجرعات دايما في اي حاجة، سواء المواد الطبيعية او المواد الكيميائية. طيب الكترة دي هتعمل ايه؟ هتعمل التهابات وممكن تعمل اسهال مدمم، يعني معنى كده ان احنا دخلنا في التهابات حادة في الحويصلة او في الامعاء. يجي حد ويقولي طب ما انا ما عطيتش جنزبيل وفي اسهال مدمم، اقول لك لا، انت كده يبقى عند طيور عندك كوكسيديا او كولوستريديا، دي مختلفة حتى في الشكل وفي الريحة، لكن الالتهابات اللي جاية من نتيجة المواد الحمضية الزيادة
دي لها يعني اللون حتى الدم بتاعها بيبقى مختلف، وبيبقى في مراحل متأخرة قوي ان هو يظهر الاخراج المدم، فلازم نفرق ما بين الاتنين. طيب ادي جرعة الجنزبيل ازاي، او ايه هي الجرعة المناسبة للجنزبيل او الزنجبيل؟ هقول لكم. يعني انا بحط ربع معلقة شاي صغيرة ممسوحة على 2 لتر المي، ده في حالة عدد الطيور اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. عندي هيجي حد من الهواية يقول لي طبعا عندي قص او اتنين، يبقى هي الازازة الصغنونة دي هناخد عليها الربع من المعلقة الشاي الصغيرة الممسوحة، وهبتدي امزجها مع المية واقدمها للطيور بتاعتي. طيب في طريقة تانية ان انا اقدم الجنزبيل او الزنجبيل على الوجبات الطرية، وده اللي انا بفضله وبستخدمه دايما مع طيوري، ان انا بجيب الجنزبيل مطحون او فريش. الفريش طبعا ببشره وبحطه مع الوجبات الطرية، او المطحون الباودر باخد منه ربع المعلقة على وجبة كيلو، وبعمل الميكس منها كده وباكلها للطيور في حالة ان احنا متأكدين ان الطيور اللي عندنا بتاكل الوجبات الطرية. طيب في حد من الهواة يقول لي انا عندي طيوري ما بتاكلش وجبات طرية، هقول لكم فوق في الفيديو في حرف الاي هيظهر ازاي فيديو بيتكلم عن ازاي تخلي طيورك بمنتهى البساطة تاكل الوجبات الطرية، وهي يمكن تبقى مستنياك الصبح كمان تقدم لها الوجبة الطرية دي من كتر ما هم هيبقوا حابينها قوي. طيب في بس حاجة عايزة انبهكم ليها، لو حد حابب يحط الجنزبيل الفريش في المية، خدوا بالكم من حاجة، ان الجنزبيل لو قطع زي ما هي كده هو داخله اصلا في الالياف بتاعته كلها مية، فلما هضيفه للمية مش هيبقى سهل قوي ان هو يديك المادة الفعالة او يتفاعل بسرعة مع المية. عشان كده انا بنصحكم لو عايزين تقدموا الجنزبيل فريش في المية، فهتاخدوا قطعة نص عقلة الصباع هتدقوها ساي مثلا بالهون، او بقى لان دي مش هتيجي في الخلاط، او تحطوها في الخلاط مع كوبايتين المية وتضربوها في الخلاط وهتضيفوها للتر المية، وبالتالي كده هيحصل فيها ميكس والالياف بتاعتها هتتحلل في المية دي والمادة الفعالة هتطلع في المية، فبالتالي الطيور عندك هتقدر تستفيد من الجنزبيل او الزنجبيل لو هتضيفه للمية، لان في الاول ما كانش هيطلع المادة الفعالة ليه. طيب هيجي حد يقول لي طب انا ممكن اعمله مغلي، هقول ماشي ولكن مش هيديك النتيجة المرجوة منه، تمام، وكمان في الصيف ده هتستنى عليه لما يبرد والكلام ده كله فغير مستحب. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هي الصيف. في الصيف انا ما بفضلش تقديم الجنزبيل بصفة مستمرة للطيور، لان زي ما انا قلت لكم كده ان هو بيدي طاقة للطيور زيادة عن اللزوم، لانه كمان بيشتغل كمحفز جنسي للطيور ومحفز للتزاوج، عشان كده بقول لكم بيزود الانتاج وبيشغل الخصوبة عند الذكر والنتاج. فطبعا انت كده بالتالي لو قدمته في الصيف فترات كتيرة هتخلي الطيور عندنا زايفة زيادة عن اللزوم. تاني حاجة الحرارة مع زوفان اللي هو بسبب الجنزبيل، فكده هتبقى مش صح خالص بالنسبة للطيور. انا احيانا بقدم الجنزبيل او الزنجبيل مع الخولنجان في المية، لما بيكون مثلا طيور مريحة قوي قوي عندي او حاجة ممكن اديها لهم، ولكن بتبقى الحاجة دي قوية قوي خصوصا لما بحطها مع الخولنجان. وفي فيديو عندنا في القناة كان بيتكلم عن الخولنجان للي مش عارف هو ايه وبيستخدم حتي لوحده ازاي. ما بفضلش نهائي ان احنا نضيف الجنزبيل او الزنجبيل مع شوية اضافات. زي ايه؟ ما بفضلش اضافته مع الليمون، لان دول الاتنين دول هيبقوا حاميين قوي على يعني قويين جدا على الحويصلة والامعاء عند الطيور، فممكن يصيبهم بتقرحات والتهابات في الحويصلة او في الامعاء. ما بفضلش اضافته مع مثلا مع ايه تاني، يعني ممكن نضيفه مع ايه؟ مع الخل. ما بفضلش اضافته للخل، لان برضو الاتنين هيبقوا دول قويين جدا، فاللي عايز يحط اللي هو او يضيف الجنزبيل او الزنجبيل يخليه لوحده، وخصوصا في فترة الصيف. انا قلت لكم في الصيف انا ما بقدموش فترات كتيرة ولا بقدمه كتير، يعني كل 15 يوم او ازيد ممكن استخدمه مرة، تمام. في الشتاء استخدموه كل اسبوع مرة ما فيش مشكلة، وبرضو ما بفضلش ان هو في فيديو عندنا بيتكلم على اضرار خلط المواد دي كلها مع بعض، بنتكلمين فيه عنه باستفاضة للي حابب يدخل يشوفه، هحطه لكم تحت في صندوق الوصف.
الجنزبيل زي ما انا قلت لكم مفيش منه ضرر على الطيور عندنا اللي معاها زغاليل، مفيش منها ضرر خالص، بل بالعكس ده بيفتح الشهية للاهالي، فبالتالي بتقدر تأكل الزغاليل مرة واثنين وثلاثة مفيش مشكلة. الجنزبيل حلو كمان لان بيدي بصوا يعني بيضيع اللي هي التهابات الفطريات اللي ممكن تيجي على جلد الطيور، وبمناسبة ان احنا في فترة القلش فممكن طيورنا تكون معرضة شوية لوجود الفطريات، فالجنزبيل هيبقى حلو قوي ان احنا نقدمه لهم. يعني انا شايفة ان كده الجنزبيل بالنسبة للطيور مش هيبقى غالي قصاد كل اللي هو هيقدر يديهولنا ده، فانت لو استخدمتوه صح هيديكوا النتيجة الصح، هيزود انتاج الطيور وكمان هيزود الخصوبة عند طيورنا. ما تنسوش بقى يعني لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش اللايك، ومستنياكم في الكومنتات اساسي زي ما احنا متعودين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو شيروه على قد ما تقدروا عشان الكل يستفاد، وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناة يسعدني اشتراكه في القناة. مستنياكم في الكومنتات، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.